طلاق نسرين طافش رسميا من زوجها شريف شرقاوي. كان نفسي اتجوز ميكانيكي او راجل بيشتغل في الحداده عشان يجيلي بالشحم. بعد الأخذ والرد وانتشار عدد كبير من الأخبار حول انفصال الممثلة السورية نسرين طافش وزوجها خبير الطاقة المصري شريف شرقاوي، خرج الأخير عن صمته ليكشف حقيقة الأمر معلنا طلاقهما رسميا. أنا عايز أطلب منكم إن أنتم النهاردة تبقوا عارفين إن أنا هناقش موضوع النرجسية والطاقة مش من زاوية علم النفس ومش من زاوية التنمية الذاتية. فدول وظيفتهم ان هم يخدموني كروح في الرحلة اللي انا فيها في البعد الحالي. وفي التفاصيل، نشر شريف شرقاوي على حسابه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه من منزله حيث تحدث عن النرجسية والطاقة، مشاركا المتابعين ببعض الأمثلة من الواقع، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين راحوا يتركون التعليقات المؤيدة لكلامه مشيدين بثقافته وخبرته العالية في هذا المجال. هي النرجسية بتيجي منين؟ بتيجي ان انا ابقى مش عارف اعبر، فطول ما انا مش عارف اعبر عمال اخزن في طاقات اللي مفروض اعبرها، فلما بخزنها بكون محتقن طاقيا، فلما بكون محتقن طاقيا غصب عني ما ببقاش قادر افكر واشوف غير نفسي، اكن واحد مصاب بطلقة او ماشي وهو ماشي رجله اتكسرت، فمش هينفع يفكر في ناس، هو مش هيبقى حاسس ولا شايف ولا واخد باله غير من وجع رجله او من وجع إلا أن اللافتة بالتعليقات هو الأشخاص الذين قالوا أن نسرين طافش نرجسية وكل الكلام الذي يقوله الشرقاوي هو عنها، حتى كتب أحد المتابعين فين نسرين طافش اتطلقت، ليرد شرقاوي لأول مرة بشكل واضح على هذا السؤال معلنا الطلاق رسميا إذ قال تم الطلاق بسلام، أنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام. يعني طب بتيجي ليه؟ علشان هو دلوقتي ما عندوش اختيار غير ان هو يكتم الشعور اللي جواه، سواء بقى كان خوف، ألم، جوع، عطش، لازم يكتمه. كلام شرقاوي لاقى تفاعلا بين المتابعين الذين أبدوا انزعاجهم لسماع هذا الخبر، ملقين اللوم على نسرين طافش التي تعتبر هذه الزيجة الثانية المعلنة لها، غير العلاقات غير الشرعية التي اتهمت بها خصوصا علاقتها مع النجم السوري تيم حسن. نقطة القوة الحقيقية، آسف، القوة الحقيقية مش عضلات ومش سيطرة ومش أكيد مش فلوس، القوة الحقيقية هي إنك تقدر تتقبل اللي أنت ما تعرفوش واللي عقلك الباطن اتبرمج إنه ما يقبلوش، هي دي القوة الحقيقية. كل ما تقدر